أنا على الهاتف نقيب النقيب أشرف عبد الغفور. مساء الخير يا أستاذ أشرف. مساء الخير يا أستاذ. يعني ماذا ستفعلون في قضية الأستاذ عادل إمام؟ أولا إحنا عشان بس نوضح مسألة القضية، فالحكم اللي صدر النهاردة بالتأييد هو اللي أصدره نفس القاضي اللي حكم نفسه، مش ممكن حكام هيغير قراره ولا يغير رأيه، ونفس الظروف هي والمسائل ما جدش فيها جديد. لكن هذا الحكم ليس قاطعا ولا باتا ولا نهائيا. نعم. احنا عندنا فرصة 10 أيام علشان نستأنف هذا الحكم، وفي الاستئناف بيبقى فيه بقى 3 قضاة مختلفين ولهم رأي آخر، وكل المحاميين مجمعين على أنها قضية هامشية وسطحية جدا، وإن شاء الله في الاستئناف هتطلع براءة. ده بالنسبة للقضية الأولى، لأن في قضية تانية يوم الخميس وفيها برضو الأستاذ عادل إمام بالاشتراك مع بعض الزملاء المخرجين والمؤلفين. نعم. نعم. وحتنظر وبرضه محجوزة. طيب. للحكم يوم الخميس. طب النقابة دورها ايه يا أستاذ أشرف في كل هذه القضايا بقى؟ النقابة برغم بأن الأستاذ عادل إمام معاه محامين على رأسهم الأستاذ لبيب معوض طبعا، لكن السيد المستشار محمد عبد العزيز عبده المستشار القانوني بتاع النقابة بيتحرك طول الوقت معاهم، واحنا بقى كفنانين علشان يعني نعبر عن راينا، ونحن عمالين بننادي بحريه الابداع وهكذا، بان يحصل حاجات زي دي. احنا نظمنا في مسيرتين يوم الخميس، في مسيره اولى هتتحرك الساعه 11 الصبح من امام مسرح ميامي الى دار القضاء العالي علشان نقول راي الفنانين في الموضوع، واللي عايز يتحرك بعد كده الى مقر المحكمه اللي في شارع السودان اللي هيصدر فيها الحكم في القضيه الثانيه. نعم. هيتفضل بانه يروح هناك. اشكرك استاذ اشرف عبد الغفور نقيب السينمائيين. وبخصوص قضيه النادي المصري، احنا بنتلقى الحقيقه اتصالات في كل الجوانب دلوقتي، لكن بخصوص قضيه النادي المصري معي على الهاتف الاستاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره النادي المصري. استاذ ياسر، كيف تلقيتم خبر تغليظ العقوبات وهبوط المصري لدوري الدرجه الثانيه؟ استاذ ياسر. والله انا يعني تلقينا الخبر، طبعا هو الخبر نزل كاف. طب انا مش سامع يا جماعه الاستاذ ياسر خالص. الو. ايوه ممكن نعلي صوت يا جماعه بفضلكم؟ اتفضل يا استاذ ياسر. لا الخط بيقطع. لا احنا هنتصل بيك تاني يا استاذ ياسر، معلش الخط بيقطع. طيب معنا دكتور محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضيه بجامعه حلوان. دكتور فضل الله، يعني هذا يعني ازاي لجنه التظلمات تغلظ العقوبه؟ والله حضرتك طبعا يعني انا برحب بحضرتك الاول. طبعا لجنه التظلمات وفقا للائحه النظام الاساسي في الماده 42 من لائحه الاتحاد المصري لكره القدم لها ان تنظر كافه الطعون التي تصدر اما من مجلس اداره الاتحاد او من لجنه الانضباط او من شؤون اللاعبين او من كافه اللجان المختلفه في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن حقها ان هي تنظر هذه الطعون وتعطي قرارات قد تكون مخالفة للقرارات السابقة من قبل الاتحاد وفقا لمادة 18 من اللائحة الداخلية للجنة التظلمات، فلها اما ان تعدل او تغير او تلغي العقوبة من اساسها وفقا لهذه اللائحة. فبالتالي هي التزمت بهذه النصوص. طيب. والتزمت باختصاصها الاصيل ووضعت هذه العقوبات. كده النادي المصري ما يقدرش يتظلم مرة اخرى؟ لا يجوز له التظلم، ولا النادي الاهلي يجوز له التظلم من هذه العقوبات داخل مصر، ولكنهم يجوز لهم ان يتظلموا من قبل المحكمه الرياضيه الدوليه. في رايك العقوبات دي هتريح الناديين ولا هتريح النادي الاهلي بس؟ لان كده النادي المصري نزل الدرجه الثانيه. والله حضرتك هي المحكمه الرياضيه هي بتعتمد، يعني هي القضيه كلها يا استاذه لميس وفقا لحجه كل فرد من الافراد. نعم. او كل نادي من هذه الانديه. إذا قدم النادي الأهلي حجج تستطيع أن يقنع بها المحكمة الرياضية الدولية بتغليظ العقوبة فتحكم، إذا قدم النادي المصري حججا أكثر وأسانيد أكثر ولوائح وقوانين من شأنها أن تخفف من هذه العقوبة فتحكم بذلك، فهي بتعتمد بصورة أساسية على الأحكام أو الأسانيد التي يستند. نعم. إليها كل من النادي المصري
والنادي الاهلي وفقا لكل حجه يتقدم بها النادي يعني. اشكرك دكتور محمد فضل الله استاذ التشريعات الرياضيه بجامعه حلوان. اذا النادي المصري بعد الايقاف لمده سنه سيهبط لدوري الدرجه الثانيه، هيحرم من اللعب على ملعبه اعتقد ايه 3 سنين 4 سنوات من اللعب على ملعبي في بورسعيد. سميه من القاهره، اتفضلي يا سميه. اهلا بيك يا مدام. اهلا بيك يا سميه، اتفضلي. اولا بالنسبه للقضيه دي انا في تقديري انها هتتلغي في الدرجه استئناف الاعلى لانها تندرج تحت قضايا الحفظ. وده اصلا ممنوع ان يبقى في حد يعني مش قانوني ان حد يرفع، واللي رافعها اكيد للشهره. بس انا بطلب حاجه، انا مش طيار، مش تبع التيار الاسلامي، بس انا في نفس الوقت بناشد كل التيارات الاسلاميه اللي موجوده ان هي تتبرأ من هذه القضيه. ليه؟ اذا هم، انا سمعت حد كان عامل مداخله مع حضرتك بيقول ان ده حد يعني مش منسوب للاسلام، هو حد بيعمل كده مع نفسه يعني. اذا في تبرؤ من فرد، فانا بطلب من كل التيارات سواء بقى حريه وعداله سواء نور سواء اصاله سواء اي حاجه ان هو يعني يصدر بيان يرفض مثل هذه القضايا. شكرا يا استاذه سميه. هدى من القاهره، اتفضلي يا هدى. هدى طيب. حتى رانيا من القليوبيه، اتفضلي يا رانيا. رانيا السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا رانيا. الو. ايوه يا رانيا اتفضلي. مساء الخير، انا بحيي حضرتك. مساء النور، اهلا بيك. ربنا يكرمك. بقول لحضرتك يعني بالنسبه لموضوع قضيه الاستاذ عادل امام والتخوف الكبير من الهيمنه على الابداع او محاربته، احنا طبعا محتاجين جدا الابداع، بس هو لازم الابداع يطلع في شكل راقي ومحترم، ده وسيله سريعه جدا للتربيه وتوصيل المعلومه، بس هو لازم يبقى شكله اطاره محترم، ما يبقاش فيه اي ابتذال. معذره مع احترامي الاستاذ عادل امام، يعني ايه هي القيم الاخلاقيه او حتى الادبيه اللي زرعها فينا الاستاذ عادل امام؟ او يعني حد بس يجيب لي نموذج عمل فني هو عمله قصد بيه توصيل قيمه اخلاقيه معينه او ادبيه لينا او لاولادنا. وبعدين الاستاذه اللي بتقول طبعا حسابه عند ربنا، حسابنا كلنا عند ربنا، بس انا لازم ادرا الشر عني وعن بيتي وعن ولادي. احنا لازم نجيب لاولادنا قيم وقدوه في المجتمع ان هم يقتدوا بهم. انا مش ممكن اسيب ابني يتفرج على عمل سين او عين بغض النظر، مش هذكر اسامي، يعني ازاي هو ياخد من ده قدوه ليه؟ وجهه نظر برضو تحترم. شكرا يا رانيا. جورجيت من اسكندريه، اتفضلي يا جورجيت. الو. الو مساء الخير مدام لمين. مساء النور يا جورجيت، اتفضلي. بقول لحضرتك اللي بيحصل عادل امام ده شيء غريب جدا والله، ده قيمه وده زعيم. وبعدين اللي مش عايز يتفرج على افلامه ما يتفرجش عليها لو هو شايف انه عنده عيال او اطفال. حاجه ثانيه انا عايز اقول، الفن كده بيتحارب، يعني دي بدايه للفن عموما. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الدور على الاعلاميين زي حضرتك وزي عمرو اديب، خافوا على نفسكم وبعد كده مش هتقدروا تتكلموا. ربنا يستر. تقدروا تقولوا. ربنا يستر. اتكلم بجد مش بهزار. بشكرك يا جورجيت، ربنا الحافظ يا جورجيت، ربنا الحافظ. قبل ما نخرج فاصل ونستقبل ضيوفنا ونتكلم على فيروس سي سريعا، قضيه احمد الجزاوي الشاب المحامي اللي كنا اتكلمنا عليه امبارح، واخته شقيقته كانت معانا على الهاتف وقبض عليه في وهو ذاهب لاداء العمره في المملكه العربيه السعوديه، وكنا مش عارفين، وكان بيقال ان عليه حكم بالحبس سنه والجلد 20 جلد لسبه الذات الملكية. النهاردة عندنا تفاصيل أخرى، عندنا السفير السعودي قال أنه السفير أحمد قطان بالقاهرة قال أنه هو اتمسك، أحمد الجزاوي اتمسك في مطار القاهرة بحوزته 21380 قرص زاناكس مخدر وفي راس ترامادول تانية، وقال ان مفيش حكم قضائي ضده ولكن هو يعني اتقبض عليه نتيجة وجود مواد مخدرة معه. برضو نفس الكلام اللي اكده السيد عمرو موسى او وزير الخارجية السعودي السيد سعود الفيصل في اتصاله مع السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى اهتم بهذه القضية منذ البداية، اتصل به سعود الفيصل امير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، كان المكالمة الأولانية قال له هنشوف إيه الأخبار ونرجع، المكالمة الثانية قال له أن هذا الشاب قبض عليه معاه مواد مخدرة. النهارده زوجة الجزاوي شهندة فتحي من المملكة السعودية برضو في تصريحات لزملائنا في اليوم السابع قالت لا،
انا لا جوزي يتفتش في المطار ولا حاجه، ده هو اول ما نزلنا اتقبض عليه واتاخد في غرفه بعيده عننا، وكان كنا رايحين في فوق سياحي، يعني معناش غير ملابسنا، لا كان معانا علب لبن مجفف بيقولوا ان هو فيها قراصه ترامادول ولا لا. السفير المصري في المملكة السعودية السفير محمود عوف قال في تصريحات برضو انه المواطن المصري احمد الجزاوي تم ضبطه برضو متلبسا بكذا، وقال انه هو اعترف بحيازته لهذه الحبوب المخدرة، ده نزل على بوابة الوفد عشان ابقى بس دقيقة في المصادر، ده نزل على بوابة الوفد ان السفير المصري في السعودية بيقول انه قال احمد الجزاوي اعترف بحيازات المواد المخدرة. هل هذا صحيح؟ النهاردة كان في تجمع كبير امام السفارة السعودية في القاهرة. هو بس اهم حاجة ان احنا لازم نتحكم في اعصابنا، يعني فكرة ان احنا نرفع الاحذية وان احنا نقول لهم انتوا يهود وان احنا نسبهم، يعني محتاجين نتعامل مع القضية كقضية قانونية. النهاردة السيد سامح عاشور قال أقبل قول بالسفير السعودي، قال إن إحنا وكلنا دفاع مكتب محاماة سعودي لمقابلة المحامي المصري. هو ده أهم حاجة، أهم حاجة إن إحنا نفكر في القضية قانون، إزاي نجيب له محامي، إزاي نشوفه، إزاي نفهم القضية، إزاي ندافع عنه. ممكن تبقى يعني حقوق الإنسان وكرامة المصري قضية مهمة، لكن ما ينفعش برضو ان انا ارفع الحذاء امام السفارة السعودية، ما ينفعش ان انا اتهمهم باشياء، يعني ده ما ينفعش. لابد من برضو ان احنا نحافظ على العلاقات بين البلدين، في اكتر من مليون مصري هناك في المملكة السعودية، حفاظا على كرامتهم. احنا بندافع على احمد الجزاوي حفاظا على كرامة المصري وكرامة كل دول، فعلينا ان نستخدم القانون والوسائل الشرعية والقنوات الشرعية في الدفاع عن أحمد الجزاوي أو أي مواطن مصري آخر. علينا أن احنا نحترم بعضنا البعض، الدولة المملكة السعودية دولة شقيقة، علينا أن احنا نبقى في بينا علاقات محترمة، نشكو لها، نعمل قضايا، نرفع قضية، نعلي الموضوع لآخر مدى، لكن مش أن احنا نرفع الجزم أمام السفارة. السفارة دي احنا المفروض مصر بتحمي هذه السفارة، ده جزء دبلوماسي على الأراضي المصرية، علينا أن احنا نحميه، قوات الأمن بتاعتنا هي اللي تحميه. فعلينا ان احنا برضو نعرف انه هذه الامور لا تحقق الغرض منها، بل تزيد من الاحتقان ولا تحقق الغرض منها. دفاعا عن احمد الجزاوي لازم يكون في محامي، لازم نعرف القضية، لازم ندافع عنه ونعرف الحقيقة. هو ده اهم شيء، وده كل اللي اقدر اقوله في هذه القضية. فاصل ونستقبل الاطباء حول فيروس سي.